ببلوك نوت مع اليوم السيدة ابتسام رفاعي والسيدة منى كعكي وناطرين وصول هنا كعكي عفوا وناطرين وصول السيد جوزيف حنين إن شاء الله يلحقنا شاء الله. اليوم حضرتكم فنانتين بتشتغلوا سيراميك سيراميست. أول شيء بدي هيك تفسروا لي يعني هل هو ضمن الفن التشكيلي؟ هل لازم نكون دارسين فن تشكيلي لحتى نقدر نشتغل بالسيراميك أو هيدي شغلة لحالة يمكن نوع من هواية؟ هلا هو هيدا نحن دارسين فاين ارت وعاملين ماستر بالفاين ارت وبما انه ايضا حضرتك استاذتين جامعيتين يعني صحيح فمشان هيك انه بتاخذي كل الاشياء المجالات وبتشوفي حالك انت اي ميديا انت اقرب لها اكثر فنحن اكيد بينتينج فيرست وان يعني اكيد بنبلش بالبينتينج بعدين السيراميك بلش يسحبنا وبما انه عندنا هالشغف المشترك ثلاثتنا عن السيراميك فهالشي جمعنا بمعرض واحد نعم لما بتنظموا معرض من هالنوع ابتسام يعني شو صعوبة تنظيم معرض سيراميك هل المواد بتلاقوها هل يمكن يعني ما بعرف هو بداية لما بدنا نبلش أي معرض سيراميك بده يكون في عنده تحضيرات كبيرة لأنه كتير بياخد وقت وكتير بياخد مجهود لأنه القطعة اللي بدك تعمليها ما في قطعة بتقعد أقل من 3 أسابيع معك في عندها تحضيرات بدها تنعمل نبنيها بإيدينا نرجع منحضرها منفوتها على الفرن أول مرة ومنرجع تاني مرة أول مرة بتفوت على درجة حرارة 900 لـ1000 درجة تاني مرة كمان نرجع من بعد ما نلونها وندهنها بطبقة اسمها جليز نرجع منفوتها على الفرن تاني مرة كمان درجة حرارة كتير عالية على 1200 بقى هيدول المراحل كتير ما في تحت 9 ساعات بالفرن يعني درجة حرارة عالية وكل مرحلة عندها صعوبات ممكن تتكسر بالفرن ممكن تتكسر معك انت وعم تحمي يعني في كتير اشياء بتمرق فيها بتصعب عليك هيدي المرحلة يعني الصعوبتين الأساسيتين إن صعوبة وقت وأيضا صعوبة تكلفة طبعاً يمكن بالسيراميك طبعاً حضرتكم بتعملوا السيراميك بتشتغلوه بإيديكم من أي مادة يعني وين بتلاقوا المواد كيف تقدروا يمكن مادة منيحة مادة مش منيحة هو الطين الطين موجود بلبنان هو الفخار في كذا لون تين تين الأحمر والتين الأبيض كل تربة كل نوعية طينة عندها طريقة بتشتغليها وعندها مخاطرها وحرارتها المعينة اللي كمان إلى حرارة كل طين إلى حرارة معينة لها كل نوع كل بتشتغلوا نوع. على حرارة معينة في شيء بنستعمله من طينة لبنان في شيء بنستعمله من طينة إيطاليا هلأ الطينة البيضة نحن ما عنا تراب أبيض بنجيبه من إيطاليا لحتى اللي نعمل هالقطع شو البيضة. الفرق بيناتهم؟ كل واحدة لها تكنيك معينة الطينة تبعيت الأرض تبعيتنا بتحسي بالتراب تحسي بالتراب الاحمر اللي نحن هيدا وحرارته بده كثير عاليه يعني لل 1200 بدك تطلع الحراره لحتى تصير صلبه التين الابيض لا حساس اكثر انعم كثير وبعدين بدك يعني قريب للبورسلان قد ما انه رقيق وقد ما الشغل فيه كثير حساس يعني اقل غلطه دغري بتنفضحي فيه فكل واحد له تقنيه معينه قد ايه بيعلموا الشغل بالسيراميك للاولاد قديم مهم هالشغله او قديم مهم انه هالشخص يشتغل بالتراب يعني هل بيصير في تواصل مباشر مع الطبيعه هل هالشغله بتعطي يمكن مثل نوع من راحه نفسيه نوع من يمكن عوده للجذور يعني هل في هالشيء بعده طبعاً موجود بشغل السيراميك كثير مهم الطين بدايه لما ببلشوا مع الاطفال بالعمر الصغار 3 سنين وطلوع كلنا بنعرف انه بعلمهم ببلشوا معهم بالبلاستيسين اللي هو قريب للطين وبمرحله اخرى ببلشوا معهم بالطين هو في علاقه يعني بتنبنى بين هالطين وبين ايدين الفنان بين الارض بتصير علاقه روحيه يعني بتحسي انه انت عايشه بهالجذور يلي ربنا عطاك اياها خلقتي منها يعني بتصير شغله روحانيه اكثر اذا بدي وبتنبنى معك وبتطلعي فيها ما بتقعدي تطلعي منها عرفتي كيف كثير مهم
كثير مهم السيراميك. يعني حتى لو انه كمهنه يمكن مش كثير بقى عم تنشغل او عم بتكون تجاريه، ولكن بعض الاشخاص اللي بيشتغلوا، الفنانين اللي بيشتغلوا سيراميك او طين مكملين وما بيوقفوا، يعني يمكن هالشغف اللي عم تحكي عنه ابتسام أكيد. هو اللي بيخلي او بيكون دافع بصير داخلك. نعم. وبتصيري تعيشي بعقلك. نعم. يعني انت عم تشتغلي حتى لو كنتي نايمة بتقومي بتفكري بتقولي يه ليه بدي اعمل هيك بدي ساوي، يعني خلص بعيش داخلك جوا ما بتقدري تطلعي عنه، بتصيري تشوفي كل الاشياء من خلال السيراميك، بتصير الفكرة تخلق عن طريق هالقطعة اللي هالهاجس القوي اللي عم تعيشيه. كيف يعني شو بيخلق أفكار؟ يعني هي انت عندك الفكرة. نعم. الفكرة ممكن تطبقيها بأي وسيلة فنية، ممكن تطبقيها بالبينتينج بالسيراميكس بالسكولتشر، فأنت بتحسي الفكرة هاي أنه أنت فيكي توصل أكتر عن طريق السيراميك مثلا أكتر من أنه ما توصل عن طريق البينتينج. يعني البينتينج بتحسي الأفكار له خاصة فيه، والسيراميك كمان أفكاره خاصة، يمكن لأن السيراميك ملموس أيضا، منشوفه منلبسه منستعمله أكيد. هو السيراميك هو معترف عليه أنه هو السيراميك يستعمل كالأدوات المستعملة نحن ببيتنا، صحيح. فبس نحن عم نقدر ناخذها للسيراميك لاتجاه تاني، هو الاتجاه الفني. نعم. اللي هو الاتجاه شوي النحتي. نعم. كمان عم نستعمل. يعني شو عم ينعمل حاليا؟ شو يعني بدل ما يكون الأغراض اللي عم تعملوها وشو معروض بالمعرض؟ نعم. بدل ما يكون الأرض التاب مثل الناس اللي كلها بتعرف انه هو السيراميك، الصحن، الجات، الكباية. نعم. صرنا عم نعمله مفهوم نحتي جمالي. نعم. اوكي، وبعدين بس نوصل لهالمرحلة بتصير تفكري انت. شفتونا صور على كل المرة. ايه اكيد. يعني انا هيدول منحوتاتي عن الحروفيات الفينيقية والعربية. نعم. حاولت اجمعهم مع بعض. اها. وعطيتهم اشكال نحتية، وعملت كمان هيدي شو؟ هيدي حرف اللا. لا بالفينيقي وبالعربي جمعتها واعطيتها هيدا الشكل، واستخدمت هيدول الاحرف الخاصه فيي اللي انا جمعتهم. نعم. بديزاين كمان لحتى لي اعطيه مفهوم مفهوم تجميلي اخر. بس هون ما عم نشوف السيراميك الملمع بلا، بس هو بالصورة مش صورة يعني. حسب الصورة ما بينعمل سيراميك عادي، دايما بتكون تحطوا له الجليز. فينا الجليز طبعا. بده طبقة الجليز الأول شيء بتحميه. نعم. ثاني شيء بتبين إنه القطعة اكتملت. قبل الجليز بين القطعة، هول من أشغالي هيدول أنا شغلي بالونات. والبالون عطيته خليته يظهر من الإطار اللي هو فيه ليروح لإطار تاني لوصل الفكرة اللي عم بحكي فيها عن صعوبات، عن الحياة الغير مستقرة، ما في أمان. ليه اخترت البالون؟ اخترت البالون لأنه هو البالون شيء شغلة بنستعملها بطفولتنا، هي شيء حساس كتير، أقل شيء بيفقع. وخليته هيدا البالون هالحياة تقدر تقسيه وتعطيها الصعوبات يلبسها هو ويحكي عنها وليضاين يمكن لا يقسى ويكمل يضاين ويفرج انه نحن قديش بنكون حساسين، بس قديش الحياة بتخلينا نقسى ونصير طف اكثر اقوى اكثر. مبين وكانه فير سوفلي هون. ايه هن مبينين لانه الجليز كثير عندي، الجليز كثير قوي، فعاطي شوي للزاز اكثر. في اللي على اليمين ومرق قبل كانه ماسك محطوط. كانه ماسك لانه البالونات اللي عندي اذا بتطلع اذا بتفوتي بالتفاصيل تبعولهم اخذين شكل الوجوه. في بالونات اخذوا اشكال وجوه حتى وصلت الوجه وصل للجمجمه شفناه طبعا. ايه. وفي بالون اخذ شكل الادوات الحربيه مثل القنبله او قذيفه او شيء. وفي عندي ديسكات بعدنا باطار الدائره، بس الديسك عم يحكي عن تسجيل الذاكره. نعم. انه هالذاكره اللي بتمر علينا كمان عم سجلها وخليها هي ريكوردينج بهالديسكات هون. هل عم تذكر الحرب اللبنانيه؟ اكيد، لانه نحن الحرب صحيح مرقت علينا وعشنا صيبانا فيها، وبنفس الوقت كل فتره وثانيه بتجي اشياء بتذكرنا فيها، فما فينا نلغيها من حياتنا. يمكن عم تجرب تظهريها من كيانك بهالطريقه، عم جرب انه خلص انه حطها لحتى روح لشي تاني، خلص اظهر من الحرب. وفكره او رمزيه الدائره شو بتعني؟ الدائره هي سيكل دو لافي. نعم. هي الحياه بتبرم، بنبلش وبتبرم مع كل شيء بيبرم بالدنيا. مش بتبرم. ولكن مش انه بنرجع على نقطه البدايه، لا، بالنهايه بنوصل لمحل للنهايه. في بدايه وفي نهايه لكل شيء، بس بتحسي حالك عم تبرمي محلك، بتحسي حالك نفس الشيء عم تبرمي نفس المحل. حلو كثير. ابتسام، موضوعك السنه كان الحرف فقط؟ نعم، اول شيء عم بحكي انا عن الحرف الفينيقي
شو عنده أهمية تاريخية. بعتقد إنه الناس هلأ صارت كتير عم بتفوت على أشياء كتير يعني مع العصر تبعد عن التاريخ، بتنسى، عم بتروح على أشياء أبعد. يعني هون الجذور اللي حكيتي عنها، نحن عم نحكي عن جذور لحتى نذكر هاللبنانية نحن عندنا تاريخ كتير مهم، رجعوا له انطلقوا منه، بركي هيك بصير في عودة حلوة للتاريخ. وخاصة لبنان بده نهضة من بعد هالحرب، لازم ان نفرجي الوجه الحضاري والثقافي فيه. فهيدا الانطلاقة الحرف كانت انه الفينيقي والعربي هيك فكره جديده مدموجين مع بعض، وما بعرف عطوا جمال كثير حلو كانه عم بتقوي الوطنيه اللي طبعا فيكي. انه نحن بالنهايه نحن الاساس بانطلاقة هيدا الحرف والاساس بانطلاقة هالمعرض اللي لاول مره طبعاً بيصير طبعاً. اي متى وين رح يصير؟ هو المعرض ابتدى ب 16 الشهر وباقي لنهار السبت ل 29 الشهر يمكن. بيكون له 3 اسابيع، يعني صرنا على اخر ايام المعرض. وين؟ بالاسبي جاليري بصيفي فيليج. وكيف حسيتوا الاقبال؟ كيف حسيتوا الناس علاقتهم بالسيراميك السنه؟ هلا اكيد الناس بتطلع انه في دهشه انه سيراميك وبهالطريقه بهالطريقه كيف انه افكارنا عم نقدر نطبقها بالسيراميك، ففي استغراب وفي دهشه. لا الحمد لله كان الاقبال كويس. انا بدي لكم الله يقويكم، فكره ان شاء الله بتتجدد كل سنه ويكون الاقبال جيد جدا على المعرض. موفقين. ميرسي لك. مشاهدينا نحن لهون بتكون انتهت حلقه ام تي في لايف لليوم. انا طبعا بلاقيكم الاسبوع الجاي وموعدنا بيتجدد بكره بذات الوقت، وبدي لكم ما تنسوا تحضروني الليلة بحديث البلد. باي باي.